السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة إلى أهل الشهيد وإلى أهالي كل شهداء البحرين الذين ضحوا من أجل أن يحصلوا على حقوقهم وأن يعيشوا بكرامة وعزة وشرف في هذه الدنيا وفي هذا البلد. الشهداء عندما ضحوا بأنفسهم كانوا يريدون من هذه التضحية رسالتين. الرسالة الأولى هي إلى هذا الشعب، شعب البحرين لديه نفس طويل، ولكن ألاحظ مؤخرا هذا النفس بدأ يتغير وبدأ الناس أما أن يعيشوا حالة خوف وأما أن يعيشوا حالة يأس وأما أن يعيشوا حالة ملل عندما ضحى الشهيد بنفسه. كان يريد أن يقول للناس بأن الكرامة والعزة والشرف يجب أن لا تكون جزء بسيط في مطالبنا وفي حراكنا، بل هي هذه المفردات هي الجزء الأهم في مطالب هذا الشعب. كيف يعيش إنسان من دون عزة ومن دون كرامة؟ كيف يستطيع أن يعيش الإنسان من دون أن تكون له كرامة وشرف في هذا البلد أو في هذه الدنيا أينما كان، في البحرين أو في خارج البحرين؟ كيف تسمح إلى نفسك حينما تجلس مع نفسك وترى أنت تعيش من دون كرامة وشرف وعزة؟ سترى نفسك وضيع حقير لا تسوى شيء حينما يتم انتزاع هذه المفردات منك، حينما تنتزع السلطة الشرف والكرامة من الإنسان. إذن لماذا الإنسان يريد أن يعيش؟ ما هو الهدف من هذه الحياة؟ كل من لديه أهداف واضحة، ولكن أنا أؤمن والجميع يؤمن أن الهدف الرئيسي في حياتنا أن يعيش الإنسان بكرامة وعزة وشرف. إذن حينما ضحى الشهيد بنفسه كان يريد أن يقول لكم واصلوا، هذه رسالتي، هذا مطلبي، أنا ضحيت من أجل أن لا تنتزع كرامتي وأن لا ينتزع شرفي، فأنا ضحيت، الآن دوركم.
هذه الرسالة الأولى. الرسالة الأخرى كانت إلى السلطة، بأن بين هذا الشعب هنا أشخاص مستعدين أن يضحوا بأنفسهم من أجل المطالبة بكل الحقوق، وأن لا يمكن أن نحصل على حقوقنا ونحن جالسين في المنزل ننتظر الرمز الفلاني ورجل الدين الفلاني والشخص الفلاني أن يجب لنا حقوقنا وإحنا قاعدين في البيت. ما في شعب في هذا العالم استطاع أن يحصل على حقوقه وهو جالس في المنزل، وما في سلطة في العالم حتى لو كانت ديمقراطية 100% ما راح تعطي الشعب أو ما راح تعطي مطالب الشعب والشعب جالس في بيته، مستحيل. النزعة اللي موجودة عن هؤلاء الذين يسيطرون على السلطة نزعة فردية، نزعة فردية معناتها أما أنا في السلطة أو لا. فهذه النزعة الفردية مستحيل أن هي تعطي حقوق الناس وأنت جالس في البيت تنتظر هذه الحقوق، مستحيل. إذن الواجب الديني والأخلاقي، كلنا نعرف أن في واجب ديني، ولكن ما هو الواجب الأخلاقي؟ الواجب الأخلاقي حينما يأتي اليوم اللي تحصل فيه على حقوقك تسأل ماذا قدمت حتى تحصل على هذا الحق. أنا أعلم الآخرين قدموا، أنت كفرد في هذا المجتمع ماذا قدمت من أجل هذا المجتمع حتى تحصل على هذا الحق؟ الحق حينما يأتي لن يأتي فقط إلى الأفراد الذين طالبوا به، لن يأتي لعوائل الشهداء فقط، لن يأتي لهذا المعتقلين، للمعتقلين، للمصابين، سوف يعم على الجميع. أنت كفر ماذا قدمت من أجل هذا المجتمع؟ هل أنت تستحق أن تحصل على هذا الحق أو لا؟ إذا كنت تستحق، إذا أنت قدمت من أجل هذا المجتمع، لن تخجل، لن ينزل رأسك إلى الأرض، لأنك أنت قدمت وضحيت. ولكن حينما تحصل على هذا الحق وأنت كنت جالسا في المنزل ولم تقدم أي شيء من أجل هذا المجتمع، سوف تخجل وسوف تنكس رأسك، لأنك ترى الآخرين يقدمون وأنت جالس في المنزل. أريد أختم كلامي. كلنا يرى الوضع الأمني الذي يحصل هذه الأيام، كثير من الجهات تضغط على منظمات حقوق الإنسان في البحرين حتى تصدر بيانات إدانة إلى ما سمي بالتفجيرات. نحن لدينا رأي ثابت لم يتغير منذ سنوات، كمنظمات لا ندعم العنف
ولكن حينما نتحدث عن حوادث لدينا رأي مهم. من شاهد هذا الحادث؟ من شاهد هذا التفجير أو هذاك في الديف، سنابس، في مكان ثاني؟ من المصدر الوحيد هو وزارة الداخلية. أخلاقياً أنا لا أستطيع أن أبني رأي على مصدر واحد ومن مصدر طرف. الداخلية ليست جهة مستقلة ولن تكون في يوم من الأيام جهة مستقلة. هل العاملين في الداخلية متطوعين؟ يعملون ضمن مؤسسة رسمية، ومؤسسة رسمية إذا ضمن نظام سياسي، إذا هناك طرف. لا أستطيع أن أبني رأي لأن هناك طرف، المصدر هو طرف أساسا، وهذه قاعدة عامة يجب الكل يأخذ بها، سواء كنت ناشطا أو لم تكن ناشطا. قاعدة عامة، لا يجب أن تبني رأيك بناء على معلومة من جهة طرف في النزاع السياسي، لا يمكن. وهذا رأي أنا لا أستطيع أن أقول حصل التفجير أو لم يحصل، لأن ليست لدي المعلومة من جهة مستقلة، الداخلية ليست جهة مستقلة، وهي الجهة الوحيدة اللي طلعت هذه المعلومة. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، كيف الداخلية تصل إلى المتهمين خلال أقل من 24 ساعة ويتم اعتقال 25 شخص ويتهم 4 أشخاص؟ قبل هذا أحد رجال الشرطة في الإمارات قال بأن المتهم 40 سنة درب في مدرسة في إيران ومن المنطقة الفلانية بشكل الفلاني. كيف استطاع أن يصل إلى هذه المعلومة؟ وفعلا اعتقلوا أحد الأشخاص بنفس المواصفات، بنفس المواصفات، عمره 40 سنة، كان رايح مدروين، بنفس المواصفات في أقل من 24 ساعة. هل جئنا سألنا قبل لا نصدر بيان، أو قبل لا يطلب منا أن نصدر بيان، هل جو سألوا هذا لين شلون اعتقلوهم؟ هذا لين شلون وضعهم القانون اليوم؟ هذا لين تعرضوا للتعذيب أو ما تعرضوا للتعذيب؟ هذا أيضا ضمن الحادثة، الجميع قاعد يستنكر الحادثة. خلنا نرى الجانب الآخر من الحادثة. هل سألنا يا جماعة ليش في أجنبي كان ضمن قوات مكافحة الشغب؟ أليس هذا عمل وطني؟ أليس هذا عمل محلي لازم تقوم به الجهات المحلية؟ ليش في شخص من جهة أجنبية؟ ما تسألنا لهذا الموضوع. هؤلاء الذين تم اعتقالهم هل سمح لهم بمحامي؟ ما تسألنا هذا الموضوع. كان الغرض كله ان احنا يا جماعة خلا نستنكر هذا الحادثة. هل تسألنا ليش عوضت هذه القرى؟
هل سألنا ليش في نقاط تفتيش اليوم؟ هاي تساؤلات ضمن هذه الحادثة. لهذا مهم، وأنا رسالتي إلى الجميع، أفرادا، جمعيات، مؤسسات، حينما نقرر أن نتناول حادثة لا نقرر فقط نتناول الحادثة بأحادية فقط الحادثة وننسى تبعاتها، ولا نقرر أن نتناول حادثة لا نعلم لها من مصدر سوى مصدر واحد، حتى لا نظلم شخص ولا نسبب في أذية شخص ولا نؤدي إلى أن يكون هناك أشخاص يتعرضون للإساءة. ضحية مات، ما نريد ضحايا آخرين ينسجنون ويتعذبون ووصلنا لمرحلة الموت بسبب دفاعنا عن ضحية. أنا أختم كلامي وأشكركم جزيل الشكر، وأهمية أن يكون هناك تأبين إلى الشهداء ليس فقط أن نستذكر هؤلاء الشهداء، بل لنذكر أنفسنا ما هو الطريق الذي يجب أن نسير عليه، وهل نحن الآن نسير على الطريق الصحيح أو لا. هذا أهمية التأبينات. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.